دواعي السعادة الآن أن أرحب بصاحبة السعادة السيد فيليبي هاسينتو ليوسي رئيس موزمبيق. لك الكلمة سيد. Muito obrigado, senhor presidente desta sessão. شكرا سيدي الرئيس. أصحاب السعادة السيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن أخاطب مؤتمر الأطراف 27 بالنيابة عن حكومة وشعب موزمبيق في سياق تعافي من جائحة كوفيد-19 وظروف الطقس المتطرف التي قوضت جدول أعمال التنمية المستدامة العالمية. ووجه تحيتي لكل الحاضرين وأشكر جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وكذلك كل ما قدم لنا من تسهيلات. شكرا جزيلا سيدي، أو تهانينا لك على ترشيحك. ونحن من أكثر البلدان المتأثرة بمخاطر تغير المناخ، وكذلك نعاني الأعاصير الاستوائية والفيضانات والتي تتطلب الكثير من جهود التكيف والمنعة. وفي 2022 استضفنا المؤتمر الإقليمي والتي توج بإعلان مابوتو حول الإدارة المستدامة والدولية لغابة تمومبو، والتي حددت الأولويات للعقد القادم، وكذلك تعزز الحوكمة الشفافة والمستدامة لهذه الغابة، وهو أمر لا غنى عنه لتنمية المستدامة للبلدان الموقعة على الإعلان. ونستذكر أنه في أفريقيا الغابات الميومبو هي من أهم الغابات الاستوائية الضرورية باعتبارها بلوعة للكربون. وقد استضافت موزمبيق الاجتماع الوزاري لسادك، واعتمد الإعلان مابوتو للإجراءات المبكرة للاستجابة، وذلك يطر الالتزام الفردي والجماعي للدول الأطراف بالدفاع عن الطبيعة والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وقد أطلقنا المبادرات الرئاسية فيما يتعلق بالمحطات الأرصاد، وكذلك قد أقمنا مزيدا من محطات الأرصاد لتوفير الإنذار المبكر من أجل العمل في وقت مبكر لحماية المجتمعات الأكثر هشاشة لظروف الطقس المتطرف. ونحن نستضيف مركز عمليات صادق للعمليات منذ 2021، وذلك لتنسيق الاستجابة الطارئة في الجنوب الأفريقي، وذلك بدعم وتعاون من البنوك التنمية المتعددة الأطراف وثنائية الأطراف، فضلا عن المجتمع المدني، وذلك لنقلل فقد حياة الأشخاص وكذلك الحد من الكوارث. مرة أخرى ندعو الشركاء المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص لحشد الموارد المالية والتكنولوجية، وذلك لحماية غابات المانغروف وتعزيز التنوع الحيوي في موزمبيق وفي العالم بأسره. السيدات والسادة، أنتقل بحديثي إلى التحول في قطاع الطاقة نحو التقسيم الطاقة العادل، وكذلك الشمول الاجتماعي. ينبغي أن نقلل التأثيرات السلبية على التنمية الاقتصادية في البلاد التي تحدث في
البلدان كافة، ونود أن نواصل هذه الجهود في المدى المتوسط لنستخدم مواردنا الطبيعية مثل الغاز الطبيعي الذي هو أقل تلويثا ويحشد التمويل من أجل أعمال التكيف لتغير المناخ، ونحن نعمل من أجل التنمية ومن أجل التكيف لأثار تغير المناخ، وندعو مقدمي التمويل المناخي لتقديم كل ما يمكنهم من دعم، وذلك للتمكين من تنفيذ مبادرات التكيف والتخفيف الضرر الأكثر فعالية. وأختتم حديثي بدعوة الجميع لحماية النظام المناخي والإسهام في إجراءات تخفيف الأثر بالتماشي مع اتفاق باريس، وكذلك توفير الطرق لحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية، وكذلك بناء رأس الأموال التي لتقليل تأثيرات تغير المناخ على الأجيال الحالية والمستقبلية. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء.